تكونش دي قاروصة البحر يا حميدة يا اختي؟ يا ريتها يا اختي كانت قريص البحر، كانت فتحت نفسي شوية. ربنا يرزقك بابن الحلال. هو فين بس؟ ما انا بقالي اهو 20 سنة وانا مستنياها على الحر من القمر يا عزيزة يا اختي. كريم ده لما ربنا يعوز تبص تلاقيه طالع لك من تحت الأرض. مفيش مرة يا ربي اسحب الشبكة ويطلع لي فيها راجل. انت مفجوعة رجالة كده ليه؟ مش سنة الله ورسوله؟ طب ما تعملي يا اختي اعلان في روزاليوس. ما عملتي يا حبيبتي ولا نفحت؟ سمك طازة. يخرب عقلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة الكبيرة راحت فين؟ فين؟ فين ده ايه؟ ما انت حطاها بايدك يا عزيزة. ما تكونش حداية خطفتها؟ حداية مين يا اختي؟ ما يقدر عليها الا الشديد القوي. شمشمي كده يا حميدة. وقعت في شر اعمالك. والعمل. تعال. حرامي سمكه يا حرامي. ايه؟ حرامي؟ حرامي ونوري كمان. لا مش وش على طلعت يا اوعى انت. هات بقول استني شوي. عايزه ايه يا شاطر؟ عايزه سمكتي يا شاطر. هات سمكتك ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك؟ احنا اللي صدناها من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوك؟ اوعى تجيب سيره ابويا على طرف لسانك. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصيادين. طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حته سمك؟ لا 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 يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكه حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبه من لسانك واختك كلها ذوق وانسانيه؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. سيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنهم. هات السمكه. لا يا اختي بعد الشر على بدنك. وبعدين بقى ما تخلوش استعمل معاكم القوه بقول. وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي. هات السمكه. تفاهم حلو قوي. هو بعدين هتفاهم. بقول لك هات السمكه. حلو يا ولد. انتوا اصطادتوا السمكه دي من البحر. واحنا اصطادناها من البر. يا سام. وربنا حل سر البر والبحر. هات السمكه بقول. لا. صحيح. شوفي بقى يا بنت انتي، احنا لغايه دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا رميك انت في البحر. هات السمك. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميده مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اتملى بمحاسنه شويه. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. ايه؟ بسم الهار ان شاء الله. تكسم مهري بدلك منك يوه. لا 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 يا اختي بدن هو بس، انما بعض الشر على بدن ده. يجدي يجدي يجدي. يلا يا حميده كفايه العطل اللي تعطلناها. على عيني والنبي ايد الشاب ده، انت جريت الدماء الحاره في شراييني. الله السمكه تاني راحت فين؟ ايه راحت؟ عشان كده سابولنا دي. قول لي عمل لك ايه قلبي؟ قلبي اللي انت ناسيه قول لي، وانت الغالي عليه الغالي عليه قلبي. تصدق باللي خلقك من غير مناسبه؟ ان ما رجعت السمكه هخلي نهارك اسود. مش وش على الشاب الاحسن يتخض يا قلبي. هتمشوا من هنا ولا لا؟ لا مش ماشيين. هتعمل ايه يعني؟ انت باين عليكي ما تجيش الا بالضرب. لو كنت راجل صحيح مد ايدك عليا كده. طب تعالى. اي 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 يا مجرم. انا هبطلك طولة اللسان. يلا يلا على امك انت كمان. يلا. اي 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 ا
أما أبا أما يا أبا هنا يا أما. إيه يا عزيزة يا ندمتي يا حميدة مالكوا يا بنات؟ عدمونا العافية يا أما. آه يا أما يا خرابي عدموكوا. أنا نازلة حالا وارمي يا حميدة. ده فرهدة خالص يا عزيزة. إن شاء الله تموت يا رب أنت وأما. هذا الشر عنه يا عزيزة، ده كله نخوة ووطنية. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين يا أما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي لا 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 يا أما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي. جرى إيه يا أم حميدة؟ تعالى يا أخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتهروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلتلهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم اقتلهم اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ ها؟ انا بقيت اضرب في البيت اللي اسمها عزيزه دي وقلبي بيتقطع. سلامه قلبك. ليه بقى؟ اصلها عجبتني ان جيت الحق، شجاعه وغلبويه، وانا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكف. لا يا عم، انا يعجبني الصنف بتاع حميده، اول نساء في حياتي. يا خبر اسود، اهو جالك الموت يا سارق السمك. زار انت هو يا عاد اعتدوا على بنات. زار انت هو. لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى يا ام حميده. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي؟ يا جدع انت وهو يا جدع. الجدع يا اخت، انا ملياش دعوه. المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك تمن. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حبايه عينك يا حرام. اتفضل. عاجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما يصحش ست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انت وحياه شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتي. حنفي. ايوه تعد لي كده. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي. عايزه كام في السمك يا ست ام حميده؟ 100 قرش بدون مناقشه. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا؟ اهم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحة يا عزيزة، ده جهل بعيد عنك. اسمك ايه؟ حمودة ابن حميدو. وانا اسمي حميدة. شايف ما حسن الصدف؟ وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسه ورخيصه؟ ما تبيع لهم نورماندي يا حنفي. بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاثنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان النورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفاتحه يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفاتحه دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفاتحه على نورماندي يا بت تهدي. اهي سرقتي الدين اللي بتطفش منك الارزاق. ادي 10 جنيه عربون. هات. هات ايه يا وليه؟ ما تعقلي. بقولك هات ال 10 جنيه. يا وليه بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا. لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع الا على جتته. حنفي. مفيش حنفي. انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي.
انما اعملي حسابك المره الجايه مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينو نورماندي. ايه رايك بقى في اللقطه دي؟ لكن دي بايظه خالص يا ريس حلف. بايظه ايه يا راجل انت؟ ما بايظه الا الشيطان. انت متاكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركه اللي انتم. لكن يا ريس حنفي لا لكن ولا حيثم. احنا قرينا الفاتحه خلاص والعربون معايا. اتفضلوا بقى نكتب العقد عند البازفندي. بازفندي ده سمسار مراكب واباني وكيل اعمال وساقط توجيهيه، يعني شهر عقاري متجول. اتفضلوا معايا. ده تقاوي راجل ده ولا بدا فندي فين يا واد؟ راح المينا وجاي حالا. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندي. ايه اليافطه دي؟ ده البدا فندي. ما هو البدا فندي ده ابو الناسب. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحه معاه على عزيزه بنتي. الله، هي عزيزه هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. وعزيزه موافقه على الحكايه دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها والف صرمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقد. لكن انا قلبي حاسس إن العقدة هتتفك على إيديكم. بس بقى ليلى. قوم. قوم. البوسطة جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب إذا جه حد يسأل عني خليه يستناني بره، أنا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. أهلا ريس حنفي، خير؟ مين دول؟ دول جماعة معارف قديمة من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. يه 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 يه. انت بعت لهم نورماندي؟ خدمة لوجه الله، كمان أحب أساعد الشباب الناهض. وخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاة النبي أحسن. أحسن. معاكوا رخصة صيد يا شطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة أو إحداها. يلا بينا، بلاش نورماندي. يلا بينا. بلاش نورماندي ازاي؟ وانا خلصني زعلكم؟ انا طلع لهم رخصة يا بازفندي. اساميكوا اساميكوا. انا اسمي حسن محمود. وانت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي احسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي انا. دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ انا فك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم شويه شاي بنعناع. صلاه النبي احسن. ده انتوا دخلتوا في الجد قوي. بتبصموا ولا بتمضوا؟ بنبصم بس بسيط. طب صباعك. راخر صباعك. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك يا حاج افندي. اوان بقى افندي زيه كده خلاص؟ لا مؤاخذه يا باز افندي، اصل دلوقتي بقينا جمهوريه. هات الختم بتاعك. هات هات. اتفضل اتفضل. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟
أنا اديتك كلمة راجل وقريت الفاتحة معاه، وأنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً. والمدام موافقة والأشياء معدن. طيب ومستني إيه؟ اعتبرها دخلت، عزيزة لك وأنت لها، بس اصبر عليا همسة حائرة. طيب يا ريس حنفي أنت بقى مع السلامة. وأنا هبعت لكم العود بعد التسجيل على البيت. مع السلامة يا حبيبي أنت وهو. الله يسلمك يا بدبوز يا فندم. صلاة النبي أحسن. يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. حموت بحصها يما، ذنب في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. أنا عارفة راحوا فين العرسان؟ زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اخترت أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل. الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزة يا أختي؟ أنت عارفة إن جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقايا؟ يا نصيبتي؟ يعني إيه؟ يعني هفضل طول عمري عايشة لوحدي؟ وحيد ولهان شريط حيران، أبكي وأنوح على هوايا وأضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ أنت عارفة إنهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي أنت؟ أهم دلوقتي هيتجوزوني الباشا فندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني إيه يا عزيزة يا أختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على العقل الباطن. مالكوا يا بنات بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي، الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش الكلام ده. ايه يا عزيزه؟ امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. ياما هو انت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت واتشنكلت.